يلا يا سيدي، الآن إن شاء الله مع الدرس الأخير حاول إن شاء الله كي نطبق ما تعلمنا. يعني نبدأ يعني الآن إن شاء الله بمشروع. فنبدأ نقول له يا ربي يا سيدي، أول ما قبل كل شيء، هذا البرنامج يعني يعمل كراش أيضا زي الأفتر إفكت، فلا بد أن نعمل سيف، يعني كنترول اس هنا زي ما تلاحظوا، هنا كنترول اس لابد. نقول له سيدي نو نيو بروجكت، ثم نروح نقول له سيف اس. نقول له مثلا هنا نروح للفولدر نتاعنا هنا. فينك يا فولدر؟ اوكي، نقول له تيتوريال، سميه مثلا تيتوريال، ونقول له اوكي. فهو يعطيني هنا زي ما تلاحظوا هنا تيتوريال في اس بي، يعني فيديو ستوديو بروجكت. اوكي، نبدا مثلا نروح نجيب الجرافيك، ونروح نجيب هذا الكولور الاسود هنا، ونحطه هنا تقريبا، نخليها 4 ثواني. ثم بعد ذلك نروح نكتب بالتكست هنا، مثلا يا سيدي نروح نجيب بريست، يعني نختار بريست هنا جاهز حتى ما نربح الوقت يعني شوية. ف ممكن هنا هذا البريست اللي يعجبني شوية، فممكن تحطه هنا في التايمان بتاع التكست. اوكي، ونحطه هنا، ثم نبدأ طبعا نعدل عليه، ونقول هنا نكتب مثلا دبل كليك، ونكتب اسمي مثلا شحاس هكذا. اوب، هو كيف تعملت عن طريق الدوران، هو تعملت بهذا الدوران هذه. فلما نقول له صفر هنا فهو يرجع الى عاد الاوريزونتال، فنقول له 90 درجه، خليها 90 درجه. ثم ممكن انك تحركها باليد هنا شحاس. اوكي، ثم نضغط هنا ضغطتين ونكتب بريزنت، بريزنت هكذا مثلا. نروح نضغط هنا نسميه مثلا كول فيديو ستوديو اكس 4 برو. اوكي، ثم نأتي هنا ونكتب تيوتوريالز هكذا. اوكي، طبعا نجيبها هنا هكذا. الان نبدا نغير في الامور هنا. نروح نجيب هذا او نخليها مثلا هنا. اوكي هكذا، ونروح نغير طبعا نخليها ممكن هناك تغيره كولور بيكر هنا، وتروح تغير مثلا او تروح الويندوز، ويندوز كولور بيكر هنا زي الويندوز يعني 98 95 يعني، تختار مثلا الاورنج، نقول اوكي. ليه يا اخويا؟ يلا نختار هنا يا الاورنج. اوكي، اوب، اوكي. ثم نختار نفس الكولور هنا، اوب اوب اوب. اوكي، ومثلا هذا نقول له عملوا لي ايتاليك، ونحيل البولد هكذا. فانت تشوف هنا لما يبدا البروجكت هنا هكذا، يبدا هكذا، فياتي التكست، هذا البريست بتاع التكست يبان هكذا. اوكي، يلا يا سيدي احنا نقول له اعملوا لي هكذا. ثم نروح مثلا نجيب ايه، نجيب ايمج هنا، نختار الا على الايمج هكذا،
ونروح نجيب مثلا ايمج بتاع كابتشر نتاع الفيديو ستوديو، نقول له اوكي، ونروح اسيدي نحطها هنا. انا جبتها من الانترنت هذه الكابتشر هذه. طبعا ما تنساوش تقول له اوبشن وتقول له فيت تو بروجكت سايز، اوكي. ف البروجكت هو يبدا هكذا اوب ثم ينتهي. نروح للترانزيشن ونجيب مثلا نجيب هذه مثلا هذا السلايد هذه ونحطها بين الكولور 1 ايه يا ربي الاسود والايمج بتاعنا هنا. ف لما تعمل بلاي على البروجكت فانت تشوف تجي التكست هكذا اوب ثم يذهب كل شيء وياتي الايمج. يعني انا يعني ان شاء الله اعمل تطبيق سريع وسهل بسيط حتى نفهم ماذا تعلمنا وماذا نفعل. يعني ممكن هذا انت مثلا ما تريد هذا، ما عجبتكش هذا الترانزيشن، ممكن تختار اي شيء هنا مثلا الفلاش باك هذا، فممكن انك تجيب هذا وتحطه فوق فهو تلقائيا يغير لك الترانزيشن. انت لما تشوف كيف يبان لك هنا فممكن انك تعمل بريفيو صغير هنا اوب هكذا. انا اريد مثلا اني اعمل فريم للبروجكت تاعي ونقول مثلا روح للجرافيكس هنا وروح جيب لي الفريم هنا. ممكن روح نجيب الفريم اللي سميته في الفولدر سيمبلز، روح ديكوريشن ونروح نجيب مثلا اي فريم هنا، نجيب هذا مثلا هذا ونقول له اوبن، ونروح نحطه طبعا في السلايد او في التراك اوفرلاي تراك 1 هنا، ونروح نسحبه على كل البروجكت هنا. ثم قلنا نروح للبوتون اوبشن ونقول له الينمنت اوبشن، ونروح نختار فيت تو سكرين هكذا. انتم تشوفوا تلاحظوا الجمال هنا هكذا، يعطيك شوية بلور هنا وشوية شادوز، وممكن هنا تكتب مثلا اي حاجة هنا، تكتب مثلا تروح للتكست هنا وتختار تكست ثابت وتختار هذا التكست الثابت هذا، اوكي يا سيدي. احنا نختاروا تكست بتاعنا، يعني اذا ما عجبناش البريست هذو هو يقول لك دبل كليك هير تو اد تكست، فنقول دبل كليك هنا. وطبعا نروح نكتب بالاسود، طبعا نكتب ايديال ديزاينر، اوكي. طبعا نعمل عليه سيليكشن هكذا ونقول له في الوسط، ثم نعمل كليك هنا ونأتي به هنا. هو الاي معمول عليه ايطاليك، نصغر له في السايز هنا، نخليه مثلا 40 او 30 هكذا، ثم نضغط على هكذا ونحطوه هنا مثلا، اوكي. ممكن انك تصغروا هكذا او خليه 25 وتحطوا مثلا هنا او هنا، خليه هنا، اوكي. اذا انا عاوز يعني ان التاكسي يبان من الاول هكذا، اذا انا محتاج الى تراك ثاني بتاع التكس. هنا بالكليك يمين تراك مانجر وراح نقول له زيد لي تايتل تراك 2، اوكي، اقول له اوكي، فهو يعطيني
تراك ثانيه. فانا اسحب هذا التكست واحطه في البدايه، واسحبه هكذا على كل البروجكت. اوكي، فلما تشوف هنا هكذا تعمل بلاي، فانت تشوف البروجكت تاعك هكذا يبان. اوكي، ثم طبعا اوكي اخواني، مثلا اذا اردت ان تعمل هنا لل ايه، تعمل مثلا نقطة فوق الايه هنا تتحرك مثلا، تضغط هنا هكذا وتروح تحطها مثلا ايديال ديزاينر هنا، ثم تروح قلنا للجرافيك وتروح تجيب فلاش انيميشن وتروح تجيب هذا النقطة هذه، مفيش مشكلة اذا كانت يعني ال احنا محتاجين ايضا الى تراك اوفرلاي 2، فتضغط بالكليك يمين تراك تروح تقول له جيب لي اوفرلاي تراك 2 وتقول له اوكي، فوانت تحط هذه تحطها هنا او تبدا هنا مثلا. اوكي، الان تروح تجيبها تحطها فوق الاي وتنقص لها من هكذا، ممكن انك تضغط هنا حتى تشوف بوضوح هكذا هكذا مثلا. تضبط الامور كلها هنا هكذا، هذا هو اقصى حد اظن على ما اظن هكذا، ثم ترجع للورك سبيس تاك فتبدا تشوف هنا بعض الانيميشن اللي انت ممكن هكذا. فالارض تدور الا على الاي. هذه بعض التقنيات وبعض الافكار ممكن انك تساعد في تحصيل هذا البرنامج هذا. ان شاء الله يا ربي يكون الدروس كلها مفهومه، وان شاء الله يا ربي اكون يعني لهجتي وطريقتي للشرح مفهومه. ان شاء الله انا اضع كل الملفات وكل الدروس في ميديا فاير، وان شاء الله هذه الدوره يا ربي تكون عجبتكم، وتكون يا ربي اكون شرحت بطريقه سهله وبسيطه. وما تنسوش طبعا الدعاء، والدعاء للوالده المرحومه طبعا، يعني يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما ينقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث، يعني صدقه جاريه و ولد صالح يدعو له. فان شاء الله ما تنسوناش بالدعاء للوالده المرحومه الله يرحمها ويوسع عليها. ان شاء الله يا رب تكون هذه الدوره صدقه جاريه لها. ان شاء الله اضع كل البونس، كل هذا اللي قلت لكم انا في نكيا فولدر، هذا الفولدر هذا تجده ان شاء الله للتحميل. فيا ربي اكون ان شاء الله وفرت الشرح، وفرت بعض الناس اللي كانوا مثلا يعملون بهذا البرنامج وكان يعني محتاجين الى بعض الشروحات، يا ربي يكون الشرح وافي. واذا ان شاء الله افتكرت بعض التقنيه او بعض الشرح كنت نسيته، ان شاء الله مادام كان في موقعنا تعديل المشاركات يعني ممكن ان نعدل، يعني ان شاء الله اريد يعني اضيف رابط لشرح اخر. فانا تقريبا حوالي في شوف هنا في 12 درس، فان شاء الله اذا كان هناك تقنيه او شيء نسيته فان شاء الله اضيفه ان شاء الله تقريبا بحول الله تبارك وتعالى. فان شاء الله انا اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.